get ready with me. طبعا حنشيل الميك اب مع بعض، بس هذه الحركه حتى لو ماكو شعر في طرح عشان ابعد عن حواجبي. اشيل الميك اب بهذا مذوب الميك اب كذا وابدا. نسيت الرموش. واقول ليش رموشي تتقطع؟ كل الميك اب واغسله ونبدا روتين ما قبل النوم. ونحسه احب اصور كذا مقاطع وسولف، والله شعوري يجنن اني كذا احس ما اعرف. عن بعد ما غسلت وجهي وشلت كل الميك اب، احب استخدم التونر بعد الميك اب بقطنه. ليش؟ المفروض هو طبطبه، انا احب استخدمه بقطنه عشان يعني حتى لو في بقايا ميك اب ما شالها الصابون تشيلها القطنه مع التونر، وكذا احس وجهي مره نظيف. وابدا امسح كل وجهي واحط سيروم فيتامين سي. عندي فكره، ايش رايك نسويها؟ كل واحدة عندها مشكلة، سواء مشكلة في البشرة، مشكلة في الجسم، مشكلة مثلا اي شيء كده، تكتبها في الكومنت واللي جربت شيء وفادها تفيدها. يعني مثلا انا عندي مثلا حبوب في الجبهة، يعني اكتبوا لي الاشياء اللي استخدمتوها وفادت معاكم، وكل واحدة تكتب المشكلة اللي عندها ونساعد بعض وتصير الحياة جميلة ونتخلص من هموم بشرتنا وهموم شعرنا whatever. بدأت استخدم هذا السيروم يطول الرموش والحواجب، بحط على حواجبي، فبصير استخدمه ليل، ويعني اول ما اصحى وقبل ما انام.